سيد سمير بن عمر، أنت رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس، واتخذتم مؤخرا موقفا برفض المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر 2022. على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار؟ طبعا نحن في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ الدقيقة الأولى كنا ضد الانقلاب الذي قام به الرئيس قيس سعيد على الشرعية الدستورية، وأعلننا رفضنا لهذا الانقلاب ولكل ما سينبثق عنه من قرارات وإجراءات ومؤسسات، ورفضنا حكومة بدن التي شكلها قيس سعيد، وقلنا لن نعترف بها ولن نعترف بقراراتها، كما قاطعنا وطلبنا من الشعب التونسي مقاطعة الاستفتاء المهزلة الذي نصبه قيس سعيد. وطبعا كل ما يقوم به قيس سعيد هو خارج الشرعية الدستورية، ولذلك نحن لا نعترف به ولا نعتزم المشاركة في المسرحية التي يقوم بها قيس سعيد، ولا نعتزم المشاركة في المسار التخريبي الذي يقوم به من خلال تخريب مؤسسات الدولة ومن خلال ضرب كل المكاسب التي حققتها الدولة الوطنية منذ الاستقلال إلى اليوم. نعم، على أي أساس يعني يتم وصف نظام حكم قيس سعيد على أنه سلطة انقلاب وتخريب، على أي أساس؟ طبعا هو لا خلاف في تونس أن ما قام به قيس سعيد هو انقلاب. الانقلاب في مفهومه هو الخروج على الشرعية الدستورية. ما أقدم عليه قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 هو خروج على الشرعية الدستورية، وإن كان بغطاء دستوري وإن كان ما قام به كان بغطاء دستوري، ولكنه كل المختصين في القانون وكل خبراء القانون وكل الساحة الحقوقية والقانونية مجمعة على أن ما قام به هو خارج الشرعية الدستورية، لأنه ارتكز على الفصل 80 من الدستور، ولكن الفصل 80 بصريح النص لا يمنحه حق حل الحكومة، لا يمنحه حق حل البرلمان، وصلاحياته مقيدة في الزمن ومقيدة في الصلاحيات، وهو بالطبع معناها استعمل فصل 80 لفرض حالة الاستثناء التي دامت وإلى حد الآن لأكثر من 13 شهر، وهي معناها تقريبا ظاهرة دستورية فريدة، لأن الحالة الاستثنائية والتدابير الاستثنائية تتخذ لمدة محدودة وتبقى شروط وتبقى معناها صلاحيات محددة، كلها معناها خرقها قيس سعيد، وبالتالي ما قام به هو انقلاب، قام بحل الدستور، استقبض على كل السلطات حتى السلطة القضائية، معناها قام بحل المجلس الأعلى للقضاء وقام بتشكيل مجلس أعلى للقضاء مؤقت هو من يتولى تعيين أعضاءه، ورغم ذلك معناها حتى بعد تعيين المجلس الأعلى للقضاء مؤقت من طرفه فإنه انقلب حتى على هذا المجلس، وقام بإصدار قرارات إعفاء للقضاة دون الرجوع إلى هذا المجلس ودون تمكينهم من حقهم في الدفاع ومن حقهم في المثول أمام مجلس التأديب. فكل ما يقوم به قيس سعيد وهو خارج القانون وهو خارج الدستور، ولذلك نحن لا نعترف بكل الإجراءات والقرارات التي تتخذها هذه السلطة الانقلابية. نعم، ولكن كيف تم الانتقال لما يعني تولى سعيد الحكم؟ كان هناك آمال وأحلام ووعود ديمقراطية، يعني كيف تم هذا النقل من الوعود الديمقراطية إلى الواقع الدكتاتوري إن صح التعبير؟ نحن منذ بداية الانقلاب قلنا أن طبعا كل الانقلابيين معنى خطاباتهم مدهورة بالعسل، يلقون الوعود ويعيدون الشعب بالرفاهية، يعيدون الشعب بالديمقراطية، يعيدون الشعب بالديمقراطية، ولكن في الأخير كل الانقلابات تنتهي بديكتاتورية بغيضة تستحوذ على كل السلطات ولا تحقق التنمية والتقدم، بل بالعكس يعني تزيد في تعميق أزمة البلاد وتقوم معناها بالتراجع عن كل المكاسب المحققة خاصة على المستوى السياسي وعلى مستوى الحريات.
ولذلك نبهنا من هذا وقلنا لا تنخدعوا بكلام المعسول لهذه السلطة الانقلابية. لا يمكن للانقلاب إلا أن يؤدي إلى ديكتاتورية، وهذا ما أثبتته الأيام. نحن تونس تعيش أسوأ حالاتها، أسوأ أيامها. هم يقولون عن الفترة الماضية ما بعد الثورة العشرية السوداء، ولكن هذه الحقبة أكثر سوادا مما سموه العشرية السوداء. اليوم المواطن التونسي لا يقدر حتى معناها على اقتناء ضرورات الحياة. اليوم أغلب المواد الأساسية مفقودة من السوق، أغلب الأدوية مفقودة، غلاء فاحش في الأسعار، تعميق البطالة في البلاد، وأزمة على كل المستويات، دولة على حافة الإفلاس. وطبعا هذا في ظرف سنة، يعني تقريبا ما تنجمش أي سلطة تكون أسوأ من هذه السلطة القائمة حاليا، اللي هي تقود البلاد نحو الهاوية. ولذلك بالنسبة لنا نحن نعتبر أن استمرار هذه السلطة يمثل كارثة على تونس، وستزيد في تعميق الأزمة، ولا حل إلا برحيل هذه السلطة الانقلابية. نعم، قبل أن نتحدث عن رحيل، السؤال الذي يطرحه أستاذ سمير هو يعني من أين يستمد هذا الرئيس شرعيته في ظل هذه المعارضة الشرسة؟ بالنسبة لقيس سعيد، هو يستمد قوته من الدبابة التي أغلق بها البرلمان. هو لا يستمد سلطته من قوة الشارع. رأينا معناها حتى بعض التحركات التي قام به أنصارها كانت تحركات محدودة ومضحكة، وهي من الضحالة بمكان، وهي تعكس انحسار شعبيته. ليس له أي شعبية في الشارع التونسي، والشارع التونسي الآن كما قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، يعني هو حالة غليان في الشارع، والأسوأ قادم. وتونس اليوم مهددة بانفجار اجتماعي غير مسبوق في ظل استمرار هذه الأزمة، وفي ظل تعنت السلطة وإصرارها على غلق أذانها أمام كل دعوات للإصلاح وللحوار بالبلاد. يعني لما نتحدث عن انفجار اجتماعي، يمكن القول على أن تونس مقبلة على ما يسمى بحركة أو ثورة تصحيحية لكل الواقع الذي تعيش فيه اليوم؟ بالطبع، في ظل انسداد أي أفات معناها أمام الأزمة السياسية، فإنه الحل سيكون للشارع من جديد مثل ما كان عليه الأمر سنة 2011. الشارع سيتحرك، سيفتك المبادرة، وسيلقي بهذه السلطة البغيضة إلى مزبلة التاريخ، وسيفرض التغيير الحقيقي، وسيعيد البلاد إلى سكة مسار الإصلاح والانتقال الديمقراطي، وستعود البلاد إلى الديمقراطية، وستعود إلى مسارها الطبيعي. لأن هذه الحقبة هي مجرد قوس فتح وسيغلق في أقرب وقت. يعني لما تقول على أنه الرئيس يستمد شرعيته من الدبابة الواقفة أمام القصر أو أمام البرلمان، هل تقصد على أنه العسكر أو الجيش يسانده؟ طبعا، هو لولا مساندة الجيش ما كان لقيس سعيد أن ينجح في تحقيق الانقلاب بتاعه. يعني هو فرض انقلابه بالدبابة. نعم، ولكن يعني شنو هي خطة المعارضة؟ هل هو تحييد المؤسسة العسكرية، أم يعني استقطابها لتكون يعني داعم للثورة التصحيحية؟ بالنسبة للمعارضة، خطتها الأولى هي أولا معارضة الانقلاب وكل ما يتمخض عنه من مؤسسات ومن قرارات وإجراءات. والخطوة الثانية هي توحيد صف المعارضة، لأن المعارضة حاليا مشتتة. توحيد صف المعارضة كخطوة أولى نحو إسقاط هذا الانقلاب الذي فرض بالقوة على شعبنا. نعم، كسؤال أخير سيد بن عمر، يعني إضافة إلى الأزمة الداخلية، هناك أزمة خارجية من خلال توتر العلاقات بين المغرب وتونس على خلفية زيارة زعيم البوليزاريو. يعني كيف تلقيتم داخل المعارضة هذا الأمر؟ ألو 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 قلت يعني أيوة.
كسؤال أخير، يعني على خلفية هذه الأزمة بين المغرب وتونس، يعني كيف تلقيتم استدعاء السفيرين للبلدين من أجل التشاور ووصول درجة يعني العلاقات إلى هذا الحد؟ والله ما يحدث في خصوص يندله الجبين ويؤسف له، لأن سلطة الانقلاب لم تكتفي بتعميق الأزمة داخل تونس، وإنما صدرت هذه الأزمة إلى علاقات تونس الخارجية. اليوم تونس علاقاتها متوترة وغير طبيعية مع كل دول الجوار، بدءا من ليبيا وصولا إلى المغرب، وما شهدته العلاقات التونسية المغربية. العلاقات التونسية المغربية تاريخيا هي علاقات أخوة، هي علاقات تعاون. المغرب لم نرى منها إلا الخير طيلة العقود الماضية وفي كل الأزمات التي مرت بها تونس. ونذكر أن صاحب الجلالة ملك المغرب جاء إلى تونس بعد الثورة ووجه رسالة قوية عندما قام بالتجول في شارع الحبيب بورقيبة لتبليغ رسالة أن تونس آمنة ويمكن بالطبع معناها الحضور إلى تونس للسياحة. وطبعا معناها الأصل في الشيء أن السلطة تحافظ على هذه العلاقات الأخوية وهذه العلاقات الممتازة بين الشعبين التونسي والمغربي، ولكن للأسف هذه السلطة لا تقوم إلا بتصدير مشاكلها إلى الخارج وتخريب علاقات تونس الخارجية. اليوم حتى على مستوى العلاقات الخارجية معناها الدبلوماسية التونسية تعيش عدة مشاكل، أغلب السفارات المهمة بدون سفراء. علاقات تونس بمحيطها الخارجي هي علاقات توتر، علاقات مع المؤسسات الدولية هي علاقة توتر. ونذكر خطابات قيس سعيد المتوترة في التعاطي مع المؤسسات الدولية ومع الأمم المتحدة ومع المؤسسات المالية المانحة، والآن يعني تخريب العلاقات مع ليبيا ومع المغرب اللي هما معناها شعبين شقيقين. يفترض معناها أنه نحتفظ معناها بعلاقات أخوة معهم، وهذا طبعا معناها إن شاء الله يعني عندما يسقط الانقلاب ستعود العلاقات الطبيعية بين الشعبين التونسي والمغربي. أستاذ سمير بن عمر، شكرا جزيلا لك.